السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوي بيتنا كله صيانة صيانة وتكسير والتجديد لكن بعدهم العمال ما يولين حينا مكسرين الدنيا كلها وغادي بيتنا تحراه والله تحراه ورشة حما بعد شوي بيبتدي التدقديق ودربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الخير والنور والرضا والسرور، صباح النشاط، صباح التفاؤل، صباح الخير. افتكينا ابوي من الطرابين، ها تعيدهم الاوليات، خلاص الحين عاد ماشي طرابين لين ان شاء الله شهر 5، يا زمن الطرابين من شهر 5 لين شهر 10، 5 شهور مطربل البيت مطربل. شفتوا يبت ندب حق حد شيء مقرطه سهنمونا، والحمد لله شيرنا بخير على ما تشوفون، وسلمنا ابوي على شيرنا طريبيلات بهانس تعلج عليهم بيبات وترتشب ابوي الشيت هذا اللي هو عز الحراري، والحمد لله الامور طيبه وبخير وسهال ولا نشكو من باس. كم وعني من صباح الله خير، وين بسير طارت عندي تصوير اليوم، التصوير موعدي لازم اكون في مدينه شخبوط الساعه 8 بيبتدون التصوير، وحين 7 كنا شيت وناشي عم ساعه ومصلي ومتسبح ومصلي ومتحلج ومعين من الله خير ودازين بالحيل كله، وحين ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بنزل وبتريق في متهلع اليوم على بيض وبسطرمه ساعتين دون ساعه. اليوم عاد الله يحفظكم اخر يوم في التصوير اللي هنا، خلاص اليوم المشاهد الاخيره خلاص ويوقف التصوير، بيبتدون عاد المونتاج ما ادري شو الاشياء هم روحهم يعني تبع المخرجين والمنتج وما ادري شو الاشياء. الامراه طالت اعمارك، الو بيروت من دخلك يا عيني، وديني بيروت وعجل بالخط شويه، يلا الله يرحمك يا صباح. عليكم السلام. Good morning. How are you? I'm fine. You? رقم واحد الحمد لله. بعدين يبارك كلام. أنا الحمد لله يوميا دومي رقم واحد ولله الحمد. الحمد لله ولا أشكو من باس. من أصبح وامسى قال الحمد لله رب العالمين. شفتوا أقولكم؟ حسب تنظر هاي الصليبات اللي تشوفون الصلوب كلها نظرها. الحين تدي نظر عاد خلاص هذه حينه يزت الشو يزت الشتاء الحين عادي يوم بيظهر بقو وورق ما بيظهر بورد، هاي بالغلط ظاهرات كم من ورده، هاي ما نسينا ان الشتاء نسينا ان ابوي وقت الشتاء حينه زين. ف الحمد لله الامور طيبه، زراعه طيبه وكل شيء زين، وعقينا اللي ما نباه الجديد تشوفون هنا الحين ينطون ينحفظن ينغسلن زين ما زين ينحفظن للحول اذا الله رد. اقولكم اللي يقولي بيتكم ما ادري شو بيتنا ابوي نسوي صيانه نبدل سران ما بامسات انا ساير هذا ارت كازا، ترى اخذنا اشياء وبدلنا اشياء ما لازم كل شيء اصوره، الاشياء الخاصه الواحد اللي حق بيته وحق اهله وهذا ما يطري وايد، يطري الشيء اللي فيه العادي، لكن ماتينس ما يحلاله المباغم الا يوم يحيدني ارمس. اي السلام عليكم. جود مورنينج شباب. وايد ها؟ ان شاء الله. وين نفرات عيال؟ شرب شاهي.
وحين شو باقي؟ نعم باقي وايد ها؟ ايه هذا ترى فيه ان شاء الله ان شاء الله هالسيستم كله بيتغير ان شاء الله السنه اذا الله جعلنا من الحيين كله بيتغير السيستم اول الله بنغيره ان شاء الله بيسوي كله الى الاحسن. اقول لهم هذا اللبنان اللبنان هذا اللومي شرات اللومي اللبناني وهو ما بلبناني هذا كان يبونه ما شاء الله الحجم هذا يبونه ما ادري والله موي ها بعد من واتق البيرق ما شاء الله عليك البيرق يختن ابليس ويداوي يختن ابليس هذا حمد البيرق ما شاء الله عليه ما يخلي شيء ما يعرفه راعي مقويين باهس باهس يبكو اي استشاره اريدها والله اني من ادق له تليفون هي والله وان شاء الله ساعات ساعات بعد يكون عنده شغل ولا شيات يرد علي بمسج يوم هو في اجتماع ولا شيات ونافعني من عقب الله قال ابوي اي شيء ما تحيد فيه فايده ما ما وانت ما عندك مكان يعني ما يسدك ان بس الا شكل خضري تبغي فاكهه من وراه زرعته حد غشك ولا باعوك ولا الوقت هذاك كان عندك الحين من وايد فلذلك انا اللي عنده من وايد جلعته خليت وحده لان بيت ما بمزرعه كم بتحط ما هاد واركه يلا غايته فاللي عندك من كميه كبيره يعني بيت ودك من كل نوع تحط نمون ولا نموت انا الهم بحينه ما شيء وحده تشابه ربيعته كل وحده تختلف عن الثاني كل وحده تختلف عن الثاني وهالنمون بعد اللي يزرعون النخال ولا شيء اللي نغاي الهنتين خنيزيه خصابه بيسوي حق صح يبقى حق ضم ما شيء مشكلة الخلاص يكثر بمعان اليبري فرد السح اللي السكري اللي حق رطبه اللي تباها أول بادي تقيط اللي تباها خلاف يكون طول الوقت ولأنه كله عندك رطب شو هذا؟ إيه هالأدوار مالاته يلا وديهن وديهن ماي ويل نوت فورغيت ثانك يو حمضيات تحط السفريه للموصلي اللومي بثلاث اربع نمونات ما انا اللومي اللبناني حطيت يمكن 20 نوع 20 حبه اول ما جيت نشيت امسات وجلعت كله خليت من كل وحده من كل نوع حنتين والباقي جلعت بحط انواع جديده توها واصله الامارات وسووا عليها تجارب ونصحني البيره قال لي ابو محمد حط هذه وحط هذه وحط هذه وحط هذه ونشيت امس خذتن وزرعتن لا حد يسالني من وين لان السوق ابوي مليون مشتل وكل بعقله راضي كل حد ابوي رومي يسال من وين يبون هذا وكل ابوي ممكن تعرف تعرف ان الدنيا وما حاش حوشه ما بر انا بعلمك يلا ها ابو وليد شو اسمع ها 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 شوفه ايه شوف الخيل شوف الخيل ابيض ما شاء الله عليك هذا بركات شو عاد ابو احمد والله شو بقول لك مشاري طال عمرك ها صبر يا خالد ايه 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 شعر ها والله صيد بغيث قل له يا بعده صور كنت مصر يلا فتشو عاد فتشو فتشو بحر فتشو ما تصور هيا فتشو فتشو ايه صورني هيا اسعد الله صباحكم كل خير اليوم ابو محمد جود مورنينج جود مورنينج تدرس اشوفك اي والله يسيلصون الوجه يصلحون الايدار الواجب ها تحفظ هاي يسمونه شفت البلستر هذا البلستر اللي يقولون عنه هذا البلستر راهم وجه عيدهم يحطون لصونه دخيل والديك لا لا دخيلك لا لا صور ما عليكم لا 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 صور هذا عيود لا لا ما بصوره دخيلك شيل دراني اشوف شفتوا تعال ياي تعال انت اقول لكم حيس هيا الله محمد اهلين مستمتعين وياك طبعا هذا نجمنا ونجم فيلمنا فهمني هذا البيعك الرجال هالمصك زين والله الدن وريها حلقه قبل سكع والله طبعا معذبين محمد اداره الانتاج هذه اجواء اللوكيشن Thank you.
خالد انت وين؟ هر جادة. خالد ليش ما يجي حبيبي؟ خالد يا رباب انا قنم جيب، انت وين؟ خر زيادة، وين انت رباب؟ محمد انت وين؟ وينك يا ريال؟ تبي تريحك من الساعة 8 الصبح. محمد يا اخي وينك؟ ابو محمد وين؟ ابو محمد الحين زاهبين هاي قطرتي هاي عقالي، الدنيا لابجة، امورك طيبة. تعال ابوي الحين بنخلص مرة، امورنا طيبة. انا موجود، انا موجود يا ابوي، موجود عند هاي راوية يا ستلوص ويهي من هاليص. سلام عليكم. منو هالبنت الفنانة؟ شو اسمك انتي؟ دانا. والله والنحم دانا. دانا يا دانا ما شاء الله على الدانا. دانا تسيري المدرسة؟ دانو؟ او داني تسيري المدرسة؟ اي صار؟ اي مدرسة اللي عند الباب؟ بسم الله عليك. والله يا ابوكم يا ناعي عشلتن وحدة. من الصبح الساعة 7 لين الحين. من موقع لين موقع، من مكان لين مكان. الا دم عافي. يا ربي اسميها شغله 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 طويله عريضه، شغله شغله غير نمونه. شيء ناتق جديد، تحيدوني ما اظهر لكم كله بنواتق الجديده. الناتق هذا الله يسلمكم ترى شيء من الحلويات ما تروم تاكلها الا في المحل مالها، يعني تعنى للمحل حق تاكل الحلاوه هذه، ما تروم يعني يوصلون لك اياها لمكانك او تاخذها تيك اوي. لكن انك تتفنن وتخلي الطلب هذا اللي منبونه ما ينكل الا في المحل يوصلك تيك اوي، او تروم تاخذه من المحل وتروم توديه لين اخر الدنيا ويتم محافظ على حرارته، لان النوع هذا من الاكل الكيك ما الحلو ما تروم تاكله الا لازم حار، ما يستوي تاكله هو بارد، ما تروم تاكله اصلا بروتوكوله ودستوره واتيكيته ما ينكل الا حار. شوفوا طريقه التغليف وتناسق الالوان المتداخل ببعضها في جميع العلب، حتى الكراتين مالات الطلبيات تختلف عن اي كراتين، مبيايات مال بهبهوها، شرات مال ابوي سلفرج، ولايتيات وغلاظ. رقم واحد الرقي والاناسه كله فيها التغليف. شوف الله عليكم، هذه بطعم اللوتس، وهذه اللافا كيك والميلتون، وهذا كله ما ينكل الا في المحل. لكن الحين شو جايب لكم اياهن؟ انا برويكم، جبت لكم واللي داخل هذا الكريتين هذا روحه، هذا ريد فيلفت تحيدونه، ما ينكل الا في المحل. الحين جاي حار يدخن، حار يدخن. هذا الريد فيلفت طعم الحراره هذا هو اللي يميز الريد فيلفت هذا. اذا تاكله من عقب ما يبرد يغدي ما يتشاهد، كانك تاكل برياني مثلج، حد ياكله؟ هذا لازم يكون حار. فميزه المحل هذا او الكوفي ها ما شاء الله عليهم مخترعين بصله يوصلك لين مكانك كانك تاكله في المخبز هاي الساعه توه مظهور. شكرا الله يحفظكم من كل هالموضوع، انك انت تروم تطلب طلبيك وتوصل كريم مكانك فريش حاره، او انك تعطي الطلبيه وتخطف وتاخذ طلبيك وهي حاره بعد نفس الشيء. هذا الحين شو البستاشو، هاي مصيبه انك انت تروم ما تلطم هذا الباجي كله تشد 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 تشد. والله يا ابوكم يا انه غير نمونه، والله انه غير نمونه. ها ها يا ربي اي جن، ما ابالغ يا انه يستاهل من يخرب رجيمه اسبه الشذب خيبه، يستاهل ويرزى انك تخرب رجيمك اسبه. فوق عن الزين زين، فوق عن الزين ما بزين، فوق عن الزين زين. في معلومة جديدة عندهم، هم منزلين 17 نكهة، يعني 17 طلب، يعني 17 طعم. وتروم على فكرة واللي يميزهم تطلب بوكسين من هايين
استخدمت واحد تروم الثاني تحطه في الثلاجة وتروم تسخنه وتاكل مطر. ابدا التحرار توه ميوب فوق عن الزينزين، ما ابالغ ابالغ يرزى انك تروم تخرب رجيمك عسبه فوق عن الزين. لا تقولوا ما حد قالكم. اللي حيد عمره عند ابو يمعه ولا عزيمه ولا حد ساير ولا عندهم ابوي خدمه الكيترينج، خدمه كيترينج يرمون يوصلونك للبيت بعلمهم خبرهم، يقول لك كل اللي تبغى تطلب المنيو يبيبون لك منيوهم غني باشياء تعرف وباشياء ما تعرف. ما بروم اشرح شو اللي عند عندهم، عندهم اشياء وايده لا تعد ولا تحصى. وايد شكلهن انيق، شكلهن انيق. تروم تحطهم في فنادق، تروم تحطهم في منازل كهدايا كصوايغ وقت المرابي. للمرابي عاد اخص، المرابي اللي بيطلبون مثلا يطلب كذا نكهه اليوم نبى الوقت الفلاني هالكثر نكهه من كل نكهه كل نكهه هالكثر نوع، يعني شيء وايد زين. تغيير تغيير بس من المحلبيه والفرني والسقم والقيمات والخنفروش عين ابو. وعلى فكره في شيء لازم تعرفونه، ما بلازم ابوي قدام فنجال فنجال قهوه تاكل سح ولا تاكل شيء من اللي تعرفه، لا اليوم ابو جرب انت من هذا تغيير لقمه وفنجال قهوه. لا ولابد يمزرون لك الفنجال لين عينه، هي نعم مال المضايف. وما ابالغ ان قلت لكم اني مش نادم اني باكل وحده لو هنتين، ما ابالغ. ما تروم تقاوم، واللي يحيد عمله راعي رجيم ابوي لا يصير هناك. ابوي هذا ابوي مال الناس اللي ما يخصهم في الرجيم، ولا تصير اليوم انك انت يعني فاتح ولا ما عندك مشكله وخفيف خفيف خفيف وفنان. ها قرب الله انت من حالك. والله اني دايمت والله يا ابوكم ين غير نمونه. حط لكم ابوي انستغرامهم وعناوينهم، وعندهم ابوي ريوك كامل عباره عن انواع حلويات كلها جديده مش موجوده وهم مبتكرينها، وغدت الحلويات وصلت الى العالميه وما خبروا حد الا انا اليوم خبروني. واليوم عاد انا انقل لكم الاخبار، وانا ما اجيب لكم لكل شيء فنان. ها واحد شد له طمته والله، ها واحد كامل. ها طيب شوف الله عليكم، هذه خساره التمرين البارحه. حوت كل آدمي وضمت الناس كلها وعاشت عليها الناس كلها حياة وفرح وسعادة وسرور وأناس. هذه دار الفلاحي منو ما يعرفها، هاي دولة الإمارات، هذه أبو ظبي عاصمة الخير عاصمة الأناس والفرح والسرور. يا الله يا رب ما خلينا بقعة تعد وتذكر تدور مشاهد جميلة وخلابة في جميع الدول الدنيا العودة. ما لقطنا شيء غالب وياي على الضربة وعلى المزاج شرات هالمكان الفنان. أرض ما استوت شرات الأرض، وطيبة وهو وبراد وجو. يا الله من فضلك، يا الله من فضلك، اللهم لك الحمد. يا الله يا أبو دم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية.
بظل ابو خليفه، بظل محمد وانا، بظل محمد بن راشد، بظل مشايخنا، معازيمنا، من ابو ظبي ليل الفجيره. وتحفظ شعبنا وجنودنا وترحم شهدائنا، وتحفظ ان شاء الله كل من ساهم في نهضة وعلو هذه الدار المعطاء، دار الكرم، دار ابو خليفه. احنا الله يحفظكم في هالمكان الرائع، المكان الجميل، في احد اماكن ابو ظبي، عاصمه الخير، عاصمه الكرم واليود الجميله. اهم الاماكن اللي زرناها المكان هذا الحين فيه، كل اماكنها ابو ظبي جميله وخلابه. مارنا عيزنا ما عرفنا شو نتنقى وشو نخلي وشو نصور شو ما نصور، لكن وقع الاختيار على هذا المكان الجميل، فلذلك قمنا بتصوير لمجموعه من لقطات فيلمنا اللي ان شاء الله بينحط في شهر 22 بالشهر 12 شهر ديبيل. فلذلك ابو ظبي كل مناظرها جميله وكلها فنانه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق وانه يوفقنا ان رمنا ننقل صور جميله عن عاصمتنا الحبيبه ابو ظبي. بعدين يعني عذبتيني عذاب الله الاكبر، عيزتني من كثر ما تلوص ويهي، ها ايه لبيس لوس. وشوف هناك، ها والله يا ابوك من الساعة 7 الصبح لين امر هالساعة، من 7 الصبح. اوه ميثا تعالي ياي اليوم، شي دور بيني انا وانتي ولا صدق؟ والله انا وانت يا الكلب خلاص. الله انها مصيبة، شغلة طويلة عريضة. بسألي والله بسم الله الرحمن الرحيم، منو هذا؟ منو هذا؟ هاي مسموح اصور؟ مش مسموح محمد. ليش يا راكان؟ يا اخي ما اقدر اقول لك انا محمد. اخر لقطات ابوي تصوير فيلم، فيلم ازمه ماليه، هذا عاد الحين طباخ، هل تشوفون الطباخ هذا الولايتي. طباخ رقم واحد. زين ما شاء الله الجماعه مجتهدين حينه في اليوم قبل الاخير، على اساس انه اليوم بيكون التصوير، كان تمدد لين بكره، فلذلك كان كنت بسافر انا بكره السعوديه اللي هي دمام، لكن ما كتب نصيب، لكن ان شاء الله سفري يوم الخميس، بدل ما اسافر الاربعاء وبيلس الخميس وارد الجمعه، بسافر الخميس وبيلس الجمعه والسبت بي ان شاء الله اذا الله جعلنا معين. الحين على ما تشوفون ما شاء الله شغل ماشي على قدم وساق. حلو محمد. غدا؟ سوبر كلوز اب. غدا؟ سوبر كلوز اب. يلا غدا؟ لا. ها؟ تبى كلوز اب ولا خلاص؟ ما يبغى. ركان. خلاص محمد تعب، يلا بس خلاص غدا.